فاتورة ساعه المحاضره كان مساعده اللي هو نتكلم فيها الترابيه والبرونكاي والبرونكو بالمري سيجمنت. يبقى التوبيك بتاعتنا هنتكلم ايه؟ يبقى عايزين نتكلم عن عارفين الترابيه والبرونكاي وحاجه اسمها ونتكلم عن السيجمنت بتاعتها كلينيكالي، وبعد كده في حاجه اسمها برونكو بالمري سيجمنت نتكلم عنها ونعرف ايه السيجنيكال امبورتنس. التراكيه خلص قلت لكم امبارح ايه في اللور بارت مسليك واللي في السوركس ان حاجه اسمها جنايس جروب جاستاينا ولازم تعرف تقيتها من ناحيتها. حد بقى يقول لي بقى لقيتها فين؟ سيركس الراجل بتبقى برافو عليك يبقى عند اللور بارت او سي 6 بتبقى واحفظ الريتم ده كويس قوي. لور بارت مش معايا بيتكلم لور بارت اوف سي 6 ده شيء مهم قوي في 10 حاجات بيحصلوا. ده كله لا انا بقول لك انا هحكي منه دلوقتي بس بقول لك في 10 ايه نحط في كده مهم وبعد كده ادور على الباقي شويه استنى وشويه استنى الجاي. اللور بوردر اوف ذا سيكس فاكر الكبرى ده الليفل اللي بيديه عنده اللاركس وتبتدي التراكيه. ده بالنسبه للفاش سيستم هو نفس الليفل اللي بيبتدي عنده الفارنكس ويبتدي الاوزوفيرس ان ذا دايجستيف سيستم. يبقى الليفل لور بورد اوف سيكس فاكر الكبرى اللي هو تديه اللاركس ويبتدي التراكيه ده في الفاش سيستم وعنده ينتهي الفارنكس اللي هو الايه البلعوم بالنسبه للجهاز الهضمي ويبتدي الاوزوفيرس عنده نفس الليفل. تنتهي فين الايه؟ التراكيه طولها حوالي طولها قد ايه؟ حسب الانسان طول الانسان والله كده يعني يعني هو ده لسه يعني بيجاوب خلاص يعني طيب واحد صور واحد صور انت عندك انت كام؟ اسمعك انا بقى كده انت كنت and 1 inch in diameter. تنتهي عند الايه؟ lower border of T4 اللي هي تقابل ايه؟ تقابل ايه؟ هتقول لي برافو ستاندر انجل. ستاندر انجل يبقى عند ستاندر انجل دي تراكية باي 48 تتقسم الى 2 برينسبل او 2 مين برونكاي. تحفظ الكلام ده كويس قوي. تراكية باي 48 at the level of the sternal angle اللي هو lower border of the T4 vertebra او T4 T5 at the vertebra like this by division into two bronchi. معايا؟ شباب انتوا معايا؟ نعم؟ bifurcation يعني تتقسم يعني bifurcate يعني تتقسم لاثنين. معايا يا شباب؟ التراكية بتتكون من رينجز رينجز سي شيب رينجز ادي رينجين هتقعد معايا في السوجي العادي تمام دي السوجي العادي اللي خلى يعني الجروب اللي خلى يبقى هنا في او في جروب خلى سي شيب ده اعلان كابتشن وبعد كده البوستيري مش مكمل كان الرينج اللي ورا ليه مش مكمل ورا؟ لان التراكيه وراها لوجيكس لو الرينج كده متكامله يبقى هتعمل بلاش ده كارتلج الاوزوفيرس اللي وراها اللي بيدي فيه الطعام ده ايه؟ باسكولار تيشو لحم يعني ايه؟ فطبعا لو في كارتلج قدام الايه؟ الاوزوفيرس يبقى ايه؟ هيسرق حاجه ولا يروح حاجه بس؟
يقدر يبقى يعمل مشاكل في الايه؟ في سوانيوم. فبالتالي وستير ان الارض التراكيه. لكن الكارتج لا الكارتج ما هي ستريت ما هي سيفرا لا سي شيب ومكمله ورا باي مصر سموش مصر اسمها تراكيه مصر ايه البولاتري مصر ما بتتحكمش فيها انت. ربنا مخليها شغاله في الدولار سيستم سيمباثيتك والبارا سيمباثيتك. كل تراكيه مصر. ريليس بقى مسيرة اختراعها البامبيشن والتراكيه تقدر تحسها على طول قال احنا على الرقعة اللي هو الأول رقعة المستنى مش بقى ايه؟ صورة المستنى الرقش فوق على طول تقدر تحس الايه؟ بالظبط كده دي ستة سيرفايكال بارت اوف ذا تراكية. واضح؟ دكتور انا ماني شايف نعم انا ماني شايف انت ايه؟ ماني شايف ماني شايف انت شايف انت مش شايف؟ قول على نفسك انت كده قال هنا قال الصورة المستنى الرقش ماشي فوق منه على طول دي سي تراكيه. يبقى يو كان باي يو كان فيل او بالبي دي تراكيه جاست اباوت ذا سوبر ستيرنر بوتش. يعني انت بس مرات صغار مش هنا فوق على السكيب الفاشيا وشويه بيل صغيره كده فبتبدا تحسها. فوق كده تحسها اكتر بتبقى ايضا بس ايه في موجود ايه السيرفر جلاد ممكن تروح ايه احساسها شويه. Variations. Nervous supply. Trachea is supplied by autonomous nerves. Trachea is muscle. Supplied by autonomous nerves. But how can you tell me? I think on the left side, you may have to harak lahdiya or the left shagal lahdiya. Well, the people don't have that. Now, if you take the therapist, you may have to put the name on the left side. That was what Charles had, it's coming. سبحان الله بقى ايه في حاجات كتير مهمه دي تشتغل لوحدها يعني اوتوماتيكلي باي كونتر سيستم وانت رايق وانت صاحي وانت مركز فيها شغاله لوحدها. نعم. ايه؟ تو فيجاس نيرف يعني فيجاس نيرف عند الفيراتي فيجاس نيرف وليفت فيجاس نيرف. هو دي بسرعه كمان ما بقولش ريشن فهي صعبه شويه عليك او انت حسيت فيها مشكله اوريك كده فين أجيب الصورة وأوريهم لك، حاضر. أيوه، بص هنا كده. بص هنا كده. أدي التراكية. ورا منها أوزوفيكس. أدي الرايت فيجاس نيرف. ماشي؟ وأدي الليفت فيجاس نيرف. لما أقول تو في جاي، بتروحهم يعني. في جاي. اللي هو رايت فيجاس ورايت فيجاس. كل فيجاس، الرايت فيجاس ده في النك. وبيدي حاجة اسمها رايت ريكارد ريتشن نيرف. الليفت فيجاس في السورس ورا القرشة ورا. يديني ليفت ريكارد ريتشن نيرف. يبقى الليفت كارد نيرف موجود في الثوركس المفروض هتشوفه في العمل والرايت ريكارد موجود في النك هتشوفه السنه الجايه ان شاء الله. التو في جاي رايت وليفت والتو ريكارد نيرف زي سباي زي تراكيا تراكيا اسمها مصر ماشي ومع السباسفيت والميوكس ميرين اللي بيبقى اللي شفته في العمل انت اللي شافوه الميوكس ميرين اسمه رايت The sensory fibers from the autonomic تقريبا السيمباثيتك اللي هو يخليك يحس بالبين عشان كده لما واحد عنده انترفيشن في التركيه ما يحسش بالبين دايما البين اللي هو تنقله سنسوري نيرفز اللي هي فولانت زي الكوستر نيرفز تقدر تحسه كويس تحدده انما البين اللي يتنقل باوتونومك نيرفز يبقى بين يقول لك لا والله الحته دي شويه فيها بين سنسيشن مش قادر يحدد قوي يعني اللي هو بين الترقيه لان الميوكولا السبلاي باي سنتر فايبرز لكن السنتر فايبرز ايه؟ اوتونوميك فدايما اوتونوميك بين بيبقى ال فايبر ودي حكمه ربنا عشان ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش بين شارب ما يبقاش مجهول قوي يعني. بلس سبلاي ارتيريا سبلاي طبعا الامر ده ابر بارت بالانفيسيال ارتس واللور بارت بالسنيجا ورطه. ابص بص على هنا ادي هنا بس هنا الابر بارت هنا اوف تراكيا سبلاي ده حاجه اسمها انفير فيرد ارت بتاع سيرو كلاب يوجد بي الابر بارت اوف تراكيا اللور بارت في السوركس السبلاي باي ذا اورطه ان ذا سوركس.
والبنت فينش الأبر بار يروح زي الأرتس كده حاجة اسمها inferior third pins اسمه إيه؟ inferior third pin اسمه third pin وده middle وده inferior مش كاتب عليه؟ اه كاتب عليه في third pins ده اللي هو يبقى بنت فينش يعني دايما أي غرفة في الجسم ليه أرتيا صفار وبنت فينش ولينف فينش ولينف صفار ماشي؟ إذا كان أورجان هيشتغل بلاتري يبقى ديب صفاي بتاع أوتونوميك إذا كان بس بلاتري إذا يبص ولا حاجة يبقى ديب صفاي بتاعها إيه سوماتيك يعني إيه تقدر تتحكم فهي من الطبقة كده على فرجها أرتيريا صفاي الأبر بورسيرز موجودين اللي هو قدر في الليك يبقى تبع الراس صفاي في الليك بيبقى بالإنفير والتيرويد أرتيريز اللي هم صفاي للتيرويد جلاند التيرويد جلاند أدي التيرويد جلاند ده هي أدي التيرويد جلاند ماشي أدي التيرويد جلاند باي تروب وليف تروب والكسمس تسمع بايت بايت هنا في مطالي بايت الانفيروس ويت افرس نفس الامر ديت بايت كارتيه جنبها يبقى سبلاي بالايه كارتيه ان ذا ثوركس الجزء اللي في الثوركس السبلاي بايت اورتا يعني بس هنا في الجزء اللي في الثوركس سبلاي بايت ايه بايت اورتا بايت ادي ارش اورتا اورتا عموما يعني ايه سبلاي بالايه كارتيه ان ذا ثوركس طيب ده ريليش المرضى يبقوا غروها وحاولوا تفهموها كويس ده سيكشن ده الانتيريور عرفتوا منين؟ ادي المانوبريوم استرناي وادي الايه؟ بالفيبراي يبقى بوستيريور فده الانتيريور وده البوستيريور وادي ده الرايت فده فين اتنين يبقى رايت ناحية دي وليه في ناحية دي اما تلاقي كروس سيكشن حدد نفسك اصحى معايا يعني ده حدد الانتيريور بالبوستيريور من الرايت والليفت الانتيريور هنا هيدول ايه؟ تفتح كده على ورا يبقى الانتيريور دي استرناي تحت السنة في عضلة في جلاد خدتوها في الكنسات اللي هي ايه؟ سايبس جلاد سمعتوا عنه الحمد لله سايبس جلاد يعني بعد السنة مع طول قال سايبس جلاد وبعد كده قال التراكية وراها الأوزوفيكس قال التراكية وراها الأوزوفيكس شايفينهم؟ تراكية وراها الأوزوفيكس وقال هنا الليفت بيكارت لاريجيال نير اللي جاي من الليفت بيكارت نير معايا في الليفت حوالين أرشا وأخرى يبقى نوع سيكشن هنا يبقى وراها التراكية يبقى في ايه؟ الأوزوفيكس والليفت ريكارد رينجر نير قلب الاوزوفيكس وقلب الليفت ريكارد رينجر نير حد فاهم حاجه؟ فاهمين يبقى ورا التراكيا اوزوفيكس وعلى الليفت سايد ليفت ريكارد رينجر نير داخل ايه الثوركس في النك ريكارد رينجر نير الاثنين موجودين انما هنا في الثوركس انت فاهم هنا في ايه سايبس اور ولا هنا في الثوركس وادي هنا في يبقى انتيري الصريق الاسترنا والصريقس وحاجه اسمها ليفت بريك صريق فين لو جبت الصوره اللي ورا ديت بص هنا كده عشان تسالني من شويه قبل هنا سبور بركابه سبور بركابه از فورم باي ذا يونيون اوف ذا ليفت بريك صريق فين والبريك صريق او الانوميت هو واحد الاسم المشهور اكتر بريك صريق الانوميت دي بقى اتقالش الانتيريا فده الليفت بريك صريق فين واحد رايت يبتدي الليفت يمشي هنا للليفت للرايت يفتح المعبر عشان يديه سكريب الركابة كل الحاجات دي انتيريور ريجن للتراكيه وادي هنا اللي الارش اورتا وادي هنا السيرويد جلاند وادي التراكيه يبقى التراكيه انتيريور سيبريتد التراكيه انتيريور سيبريتد من السيرنم وبعدين سايبس جلاند وادي ايه بريتو سبريك اب اللي هو برانش بتاع اورتا والليفت بريتو سبريك بي ورا هنا في حاجتين اتنين اللي هما ايه؟ اوزوفيكس والايه؟ والليفت ريكارد لارينجيال نير. الصورة دي كنت ماشيينها لكن اللي عايز يخليها يخليها. نيجي بقى اربعي كومبريشن اوف التراكية. ايه اللي يضرب عليها؟ التراكية؟ احنا قلنا ان الجزء اللي موجود في النك والجزء اللي موجود في السوركس. ايه اللي يضرب عليها في النك؟ يعني بقى حاجة بتضرب منها؟ حد يقول لي؟ لاند اللاند لا في الجويتا هات الجويتا اسمع معانا ما نمشي انت بقى كويس يبقى لما تيجي واحد جويتا تعمل كومبريشن اوف التراكيه
لما تعمل كومبريشن العيان يشيل ايه؟ ديسنيا. ديسنيا يعني ديفكالتي ان بريزنج، يعني التراكيا بتدخل الايه؟ حاجه قدام منها ضغط عليها تعمل ديفكالتي ان بريزنج نسميه ديسنيا. اكتبها لكم؟ اه مطلوب من السيرجي بس ايه؟ نكتبها لكم ديسنيا. مكتوبه فين؟ طيب قول لي خلاص ديسنيا. البي سايلنت ماشي؟ فديسنيا اللي هو ديفكالتي ان بريزنج. ده في الثوركس التراكية بتمنع بوش رسمة بدي ايو بوش هنا كده الدوع دي التراكية لما تتأثر هي موجودة في عين ده ايه ده قولوا معايا ارش فروطة يبقى الارش فروطة بيعدي قدامها يبقى الارش فروطة لو حصل فيه تضخم حاجة اسمها اورتك انيوريزم يبقى هي رسمة ايه التراكية ويعمل ديسنيا مش كده؟ اه زي ما في الصوره اللي جايه اللي هي اهي شوف هنا كده ادي الارش اورتا بقى ايه؟ ترخم الارض عامل اورتك انيوريزم اورتك انيوريزم انيوريزم مينز ابنورمال دايلاتيشن اوف سي ايه؟ ارش اورتا ممكن اصلا كتير يحصل لها بس هنا ايه بتكلم على التراكيه يبقى ابنورمال دايلاتيشن اوف سي ارش اورتا يبقى مع التراكيه في اللي هو اربعه اوف ذا دورس او اما يحصل لها بايفوكيشن ويعمل لي ايضا ايه ديسيا ماشي حاجه كمان حاجه ثالثه اللي هو لينك جلانس اللينك جلانس اللي حواليها لينك ايه حاجه اسمها بري تراكيه قدام تراكيه وبعد تراكيه مواليه ليها اي لينك جلانس ايه لو فيها كثره ولا حاجه تعمل لي كومبريشن اون ذا تراكيه يبقى مش تراكيه كفايه قوي كده حاجات ان ذا هيكل اللارجست ثيرد جراند اللي هو بويتر ان ذا ثوراكس عند حاجتين اللي هو اورتيك انيوريزما اللي الارش اورتا يبقى موجود ابو بايفوكيشن تراكيه وبعد كده الايه الليف نوز اللي موجوده ان فرانت اند اون ذا سايد من اللي ان فرانت تراكيه بري تراكيه الليف نوز يعني هنا تراكيه موجوده كده ادي تراكيه والليف نوز موجوده هنا هي بنسميها فري تراكيال لانف نوز يبقى لما تكبر تعمل كومبريشن على التراكيه تعمل لي ايه ديسنيا واضح مفهوم يا شباب بالك يبقى ان الكلينيكال ده اللي في بالك على فكره ريليشنز يبقى قدام التراكيه في الديك ما تنساش ايه الثيرويد جلاند اللي هي لما تتضخم تعمل فايتر الارجمن تعمل لي ايه بقى ديسنيا قدام منها في السورس عندنا في ايه ارش اورتا ارش اورتا ارش اوف اورتا لما يكبر يعمل لي اورتك انيوريزم يعمل لي اورتك انيوريزم يبقى يكبر كده اهو ويعمل لي اورتك انيوريزم وبيعمل لي كومبريشن على ايه؟ على التراكيه يبقى ايه؟ انيوريزم انيوريزم اوف ارش اورتا means abnormal dilatation of the arch aorta اللي غطي على اللور اند اوف تراكيا فالعيان يشيك بديسنيا شديده وتبقى اصعب من بتاعه الايه؟ السيوري بص لما اكون عينيا لانها في السكوركس بقت تراكيا كومبريست بين الارش اورتا وبين الايه؟ قدامنا وبين السيرنا سبيس ضيق فيبقى العيان يقول لك ايه؟ وانا نايم يبقى عندي كشف ده بس هو ايه؟ يعني هتخنق على طول ما قمتش على طول احس انها هتخنق حاجه كده كبت على نفس كده ليه اللي هو الارش اورتا او الايه انيوريزم اللي فيه عامل سيفير بريشر على التراكيا فعامل ديسكيك ماشي يا شباب البرونكاي حد يكلمني بقى شويه بتاعت راك بيرنك يا حضر نعم لا بخص موضوع هذا الكلام مقال هذا هذا حد يفتح بقى يتكلم معي حد يقول لنا شويه كده تركيا او بايفوكيت فين؟ بايفوكيت فين ما ننساش؟ تي 4
T4 تنساش عند السبيرنال انجل اوف لويس الى تو برنسبل او تو ميد روم قاي او تو دايم روم قاي رايت و ليفت. الرالي بقى من التو روم قاي كلام مهم قوي اللي جاي ده. لا مش جديد اهي بص كده تقول لي رايت برونكس وضعها ايه؟ طولها قد ايه؟ والدار بتاعها قد ايه؟ والدريش بتاعها عامل ازاي؟ والليف ولو طفل او كبير واحد بلع فورا ولد ونزل في التراكية هيمشي في الناحية دي وليه؟ يلا. ديامتر من سنتين. نعم؟ ديامتر 1 سنتين. ديامتر اوف سي برونكاي ويوصل للنهاية يوصل ل 1 ديامتر. لا الأول المين برونكاي مش 1 سنتين. تمام انش ماشي طولها قد ايه؟ طولها 1 انش عفوا طولها 1 انش رايت برونتس 1 انش لينس تس وايدر ذان ذا ليفت اند تبص على الصوره تس مور ان لاين ويز التراكيه كانها امتداد التراكيه مش بالظبط كانها امتداد التراكيه شوف الليفت بقى الليفت اوبليك ماشي اوبليك ماشي هوريزونتال ابر 1 2 انش لونج رايت 1 انش دي 2 انش لونج ماشي ماشي ايه اوبليك مور هوريزونتال لو في فورم بني موجود في تركيا اسهل ليه يروح فين رايت ولا ليفت؟ راح حاجه اللي هي ان لاين واللي هي شورتر مسافه اصغر واللي هي وايدر سو ذا رايت برونكس رايت برونكس الشورتر شورتر وان انش دنس وايبر اند مور ان لاين وذ تراكيا سو فورين بوديز انهيل وريش تراكيا يبقى هتروح على فين؟ على الرايت بين برونكاس مور كومن ذان ذا ليفت ممكن تخش ليفت بس مش كومن اللي هي على الرايت سايد لانها رايت بين برونكاس شورتر وايدر اند مور ان لاين ويز ذا ايه تراكيه انتوا معايا؟ نعم معايا يا شباب؟ اهي مور ان لاين مور ان لاين المفروض كده انا كنت اسمعها معاكم النهارده شورتر وايدر اند مور ان لاين ويز تراكيه اللينث از لونجر لاور اند مور اوبليك ان ريس تراكية مفهوم بني ايه يجي تشرب عن ايه وصلها هيوصل للناحية الاسهل ماشي يا شباب لونجر ايش؟ نعم مور ابلي اللي هو ليف لونجر نروى عند مور ابلي بيبصير نور اون لاين مع تراكية يعني مور ابلي ان ريس تقول تراكية التركيب بتقسم الى تو بريس والبقايا الرايت من برونكس والليفت من برونكس بنسميها ايه؟ يا اما نسميها برنسبل او مين او برايمر برونكاي ثلاث حاجه ثلاث انواع برنسبل اساسيه مين او برايمر برونكاي البرايمر برونكاي للاسف في الليفت سايد الاثنين سوبيريور برونكس وانتيريور برونكس superior hay una casa que tiene toda la historia superior واحدة الأبر روب واحدة الميد روب واحدة اللور روب إنما الليفت
من بروك حسب الاثنين شوبيرو او ارى توزي ارى كولد وانفيرو توزي ارى كولد. ماشي شباب معايا؟ طيب يبقى هنا الهير الفرنجولي ده بقى تروح على السايد وبالتالي تروح للايه؟ بتروح للراجل البرومس وبالتالي تروح للميدل او اللور جروب. تروح هنا كده تحسب الميدل او اللور جروب. والهير الفرنجولي والشيخ هنا ممكن ايه؟ تبقى تقفل البرومس فتخلي اللانك ما فيش داخل لا هواء يبقى لها حته مراجع كلها اللانك انكمش يبقى في شير داخل طريق الايه اتقفل لا هواء ولا خارج حصل له لانك كلها لانك كولابس. ادي صورة هي الاكس راي ده نورمال اكس راي. ادي الهارت وادي الرايت هاند وادي الليفت لانك. شوف هنا حاجة اسمها فاسكو الراكس مخلي الايه؟ اللانك من ايه؟ يعني ايه؟ بين الاسود والابيض. غير بتاعت البحر اللي مزورة كانت كلها ايه؟ صورة الليفت لانك. بص هنا كده شايف الصورة دي انا ما بقدرش احط البيانات عشان انت تتاكد من انت بتطلعها. في فورم بودي موجود على الايه في هنا حد يقول لي كده يبقى من ناحيه دي عفوا يبقى هنا ايوه في مفارقه هنا اول تتبلع موجود في الرايت ميد لوب او الرايت ميد برونكس. بص كده اهو يعني هو كانه هنا كده كانه ينزل كده ويجيب حته كده. ماشي معايا يا شباب؟ يبقى فورم بودي انهيلد ويمشي على الرايت سايد وعرفنا السبب ايه وحفظناه. ده يعني عمل ايه؟ اما اقول مثلا ايه؟ عملت العيان مثلا واحد قال لك ان ايه؟ هم جابوا لك قطعه يا جماعه فورم بودي او حاجه زي كده فتعمل له اكس راي وتبقى مركز انك تشوف الجزء من الناحيه اليمين اكتر ان هو ايه؟ عارف معلومات ان هو ايه؟ فورم بودي يروح على الناحيه اليمين تبص هنا لو راح مش عارف المعلومات دي هيدور فين؟ يقعد يبص فوق يبص تحت ممكن يبص هنا بره الصوره مش هو مش فاهم حاجه انما المركز يقوم يجي يبص الحته دي يطلعها في بص هنا كده اه دي ما بقاش اه ده موجود هنا اللي بتوع هنا ده مش عارف اسمع ده اه انت عارف ده فورم بودي ولا ممكن ده ولا ممكن حاجه هنا هو مش فاهم انت لما تكون فاهم تبقى عارف انت ايه عارف الهدف بتاعك بتوع ايه مش كده ولا ايه صح ولا لا؟ يموت المريض ولا لا؟ ما يموتش هو فورم بودي يعني ايه؟ لو صغير ما فيش مشكله لو كبير وعيب يبقى محتاج اوبريشن عشان ينشال او مش اوبريشن بيتعمل لها حاجة تكون بسكور بيعمل ايه بيسحب يعني شيء لكن ما بيموتش ولا حاجة. انترابيشن التراكية والمنقاري بتديني حاجة اسمها ايه؟ لأنها سبلاي بايوتونوميك نيرفز بتديني حاجة اسمها بيرنج سنسيشن دي اللي مكتوب عليه دي براية اسمه بيرنج سنسيشن تحت السيرم اللي السيرم ما بقاش شوية بيه يعني تحت السيرم بتبقى فيه حاجة تحس حرقانة شد حد دايما كل حاجه عندك اللي هو ستراكشر سبلاي وتور نيرفز يبقى البين اللي فيها ال ديفاين مش واضح غير محدد بيج والعيال ده مش لو ما خدتوش مثلا مهتمين بيه قوي ولا حاجه الصوره ده كان فين تقول لك بيدلع او بتدلع يعني ده بي ايه هو ما فيش حاجه فيه لا هو في بين موجود بس هو مش قادر يحدد مكانه بالظبط. الناس لو في حاجه مثلا في بلد بره حاجه كده اللي كبير الحته دي مش هقول لك حد لك مكانه بالظبط لكن المنطقه دي انما النمر يقول لك هيك فاهم ال ديفاين لان البين بتاع النمر يبقى ال ديفاين ده في منطقه واسعه مين انما الايه السنتر مين اللي هو في السماتيك يبقى شار لوكالايز تقدر تحط على اصبع واضح الفرق بين البين بتاع سن بتاع الايه بترومك والسوماتيك وهنحكي الكلام ده اكتر في الاول ان شاء الله. تراكيستو لو واحد عنده سبيشن في اللانك ومش قادر يطلعها او واحد مثلا ايه عنده كاتر في اللانكس ومفيش هوا داخله مش هنسيبه يموت نعمل له حاجه نعمل له فتحه تحت اللي ايه مكان الاوبستراكشن عنده اوبستراكشن هنا مفيش هوا داخل من تحت اعمل له فتحه هنا اسميها تراكيه اسمها تراكيستومي وادخل فيها تيوب يدخل له هوا يعيش هيبقى عنده مشكله في الكلام بس هو عايش مش مهم يتكلم انه هو عايش انت ايه حاول تنقطه على قد ما تقدر ماشي فبتعملوا حاجه اسمها تراكيوس ريتو دخلها له هي تفتحها على فتحه وتدخل له تيوب ويقدر يعيش منها تو اللي هو بروفايد اير واي او تي مين يعني او تو ريتو كريشنز. طيب المكان التراكيوس ده
تعملوا زي البريتين مع هذا الاسمس او سرير جلال. ده الاسمس. الاسمس اللي هو الايه؟ الجزء اللي جلد سرير جلال. ده اوبن ذا سكند والثير والفورث رانجس اوف تراكيل. اللي هو الرابطة السيرولي فيها عامتس كتيرة. ارجع للصورة اللي فاتت هي شوية. معايا كده. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ كم؟ ربع ساعة. ربع ساعة. بص الصورة دي كده. ايوه بص هنا كده قال التمتع بس هو مش اسمها هنا. شوف تحت هنا في ضربات كتيره دايما هتعرف ضربات كتيره. ابعد عن الشر وغني له. هتعمل لك بليدنج وتعمل لك هومرج وايه الفيل اللي بتعمرش يبقى مشكله وتعمل لك مشاكل كتير. فهنا البريفير اعمل ايه؟ اجي عند السكند رينج اللي هي في بدايه الاسمس اجيب حاجه اسمها ريتكتور عشان الاسمس بتاعها واجي في السكند رينج واعمل فتحه ها بلوجا اسيديا واحط فيها التيوب. ماشي دي اسمها تراكيستومي تيوب. يبقى البريفير ذا سايد تول تراكيستومي تيوب انت انت سكند تراكيا رينج يعني جاست از ذا ابر بورد اوف ذا تراكيا جلان. انا كيف هعمل اسمه عشان اطلع من تراكيا جلان وبشد لتحت في حاجه اسمها التراكتور يعني حاجه كده يعني حاجه قال لك تراكيا اسمها التراكتور يشد الايه اللي هو الكسر في عصير اللي تحت شويه وهم ايه اعمل الفتحه بتاعتي وادخل التيوب باقي لوك الانسيسي يعني مخد المعطية كده باقي كده عامل السكين واخش على التراكية وداخل التيوب وثبتها العين الدبس. ماشي دي سكوال تراكيس التيوب نعم كيف عايز تخانى بالضبط كيف عايز تخانى نعم كيف عايز تخانى السكن رينج هنا دي سي دي اللي هو ايه اللي هو البيوريت كارتش بتاع اللابس. ماشي تحت هنا دي حاجه اسمها تي كويس صغيره اوريك بس هحرك شويه يعني دي التيوري. ادي هنا كليكويد. ماشي كليكويد دي اخر حاجه في الايه؟ في اللاركس اللي هي اوبرت ذا سيركس تراك بالكده. بعدها على طول ادي بدايه التراكيه. ماشي يبقى انا في المنطقه دي ثلاث منطقات. اقوم ايه؟ اهوت اعمل الفتحه بتاعتي واخش هنا في المنطقه ديت واشد جسمي تحت شويه واخش المنطقه دي. ماشي كده؟ ورا ممكن اعمل تحت كده بس ده ايه يفضل اكتر ايه اقل بايدي يعني ممكن اخش على طول فورس فورس ما اروحش بس هي البيزنس دي كلها ممكن تعمل ايدك اكتر لكن ممكن اعمل لها قدري اقويها لو لابس في كاي الحاجات اللي ايه رايحه ميه واشتغل تحت عارف مش مشكله لكن بريفير سايد اللي هو اربع فيسبوس انا بتكلم بتاع كلهم بس ايه انتظرنا على سايد شويه فجبت لك اللي هو ايه الموست كومن او بريفير سايد اوف ايه تراكيز. طبعا التراكية او البرونكاية تقسم الى رايت مين برونكس والليفت مين برونكس. الرايت برونكس تقسم الى ايه؟ سكند برونكاي وبعد كده عملت ايه؟ تيرشر برونكاي. التيرشر ده تبقى بروكيوز في النهاية بعد فيه الاسبيراتوري بروكيوز زي ما قلتها في الاسبيراتوري امس اللي خدها. الاسبيراتوري بروكيوز بتدي حاجة اسمها الرابتس الرابتس من 2 ل 11 الداكتس يخش في ساك اسمه الرابتساك. الساك يطلع منه عباره من كده اللي هو ايه؟ برودات تعمل لي ايه؟ الفيولاي. يبقى الفيولاي عباره عن ايه؟ عن اوت باوند شانل اليفيشنز او بروتروجنز اوف البروستات. تخيل معاك ساك كده البروستات وداخل فيه تيوب البروستات. ماشي؟ الساك ده يطلع منه برودات حواليه كده يبقى لو مثلا كانك عندك بالونه برودات اللي حواليه دي اسمها الفيولاي. انما الساك الكبير نفسه دي اسمها البروستات اللي هو واصل له البروستات. البروستات جاي من ايه؟ من الاسفاجيوم. يبقى الجزء اللي هو الاسبيراتوري هيبقى الاسبيراتوري برونكيولز والالبرار باكس والالبرار ساكس والالفيولاي. This is the respiratory back part of the bronchial tree او برونكو بلموناري. قبل ما اخلص عايز افهم حاجه اسمها اللي هي برونكو بلموناري سيجمنتس دي مهمه بطريقه التعصب. These are independent units of the lung. بص معايا هنا كده ادي هنا ده الرايت ابر لوب بيتقسم الى سيجمنت واحده اسمها الابر لوب هنا او سبيلوب في هذا سيجمنت. ايه اللي انت كمان بتحفظه؟ الكلام ده بيتحفظ انك محتاجه في الانتومي محتاجه بعد كده في الباثولوجي محتاجه في البيدياتريك محتاجه في الجراحه محتاجه في البطنه. اللي اشتغل اشعه بعد كده يبقى عارفه اسمها برونكو بيبرال سيجمنت. كل لان ايتش لان از ديفايدد انتو فانكشنال سيبريت يونتس. كل يونت
اسمها برونكو بارنودري، برونكو اللي ده البرونكو البريد بارنودري كولاندو. ذيس برونكو بارنودري سيكونس بتبقى ترانجولار ان شيب، ترانجولار ان شيب، كل واحده ترانجولار ان شيب، وبعدين بيبقى فيها برونكس خاصه بيها اللي هو كاشر برونكس، فيها برانش من الارتي فورمولار ارتي، وفيها اللي هو برونكال ارتي. ولكن بين البرونكار بيبقى فيه حاجه اسمها لو بصينا كده ادي ده، انا هعمل لك رسمه احسن عشان تاخد بالك معايا، ركز معايا عشان كده ترى اشعه
لما يجي ام اس تي العيان يقول لك ان في ابسس او تيومر في اللنج، لو قالك لنج ما مشخصش حاجه، لو قالك الابر روم موجود برضه تشخيصه ضعيف. انما الباين يقول لك مثلا ايه ده في الايه اللور روم في سجن مثلا رقم ايه 1 أو 2 أو 10 وعندك السجن بالظبط. ده الراجل اللي فاهم كويس سواء كان بتاع شعر نص نجمه. نيجي على الرايت، على الرايت لانج ادي هنا، ادي هنا ادي في ابر روم في ثلاث سيجمنتس ايريكال وانتيرو بوستيرو. قلتهم ازاي؟ شوف الرسمه دي، ادي الابر روم، ادي الايريكال سيجمنت، وادي البوستيرو وادي الانتيرو. فاكر ولا فاكر نفسي؟ واضح؟ يبقى عندنا ابر روم زي بعض في الاثنين ايريكال وانتيرو بوستيرو، تمام؟ وبعد كده الرايت لانج كمان لون فيها الميديا لوب هنا، في هنا ادي الميديا لوب اهو، في في هنا ميديا سيجمنت ولاترال سيجمنت، ميديا ولاترال سيجمنت. ده الميديا اللور لوب فيه خمسه، ادي ايميديال بيتا او سوبيريور سيجمنت، وادي بوستيريور، وادي انتيريور، ماشي انتيريور بوستيريور سوبيريور، وبعد كده في لاترال، في لاتر كمان ما بسمهاش لاتر، وميديا من الناحيه الثانيه لو بصيتها من ايه للداخل. يبقى عندي الايه اللور لوب في الرايت لانج فيها خمسه سيجمنتس، ايبيكال ميديا سيجمنت وانتيريو وبوستيريو ولاتر وميديا. اجي على الليفت الميديا اللي ما فيش ميديا لوب في الليفت، مكان حاجه اسمها لينجولا، اسمها ايه؟ لينجولا. ادي حاجه اسمها سوبر لينجولا سيجمنت وحاجه اسمها انتيريو لينجولا سيجمنت. وادي الجروب فيشر اللي هو اللي تحت منه ده هيبقى ايه؟ كان الانتيريو لوب هيبقى فيه، ده كان الانتيريو لوب فيه خمسه، ده هيبقى فيه اربعه اللي هو سوبيريور وانتيريور ولاترال وبوستيريور مش باين. والميديا بتاع الليفت ايه؟ لان العرض جاي ناحيه الشمال فما فيش ميديا بيضا على الليفت سايد. يعني باختصار يبقى عندي الرايت لانج فيها 10 برونكو بالمولا سيجمنت، 3 في الابر 2 في الميدل، 5 في اللور. الليفت لانج فيها اونلي 9 سيجمنتس، 5 في الابر روب في الانجولا و4 في اللور روب. ذا ريفيشنت از ذا ميديا بيتا سيجمنت اوف ذا ليفت لور اوف ذا لور روب اوف ذا لانج از ابسنت، لان الهارت ايه كان ليها مكان خليها وسعها مكان الايه الهارت على الانسايد. واضح؟ الكلام ده زي ما ممكن يسالوا واللي بعد كده يبقى عنده سؤال يبقى ايه يجي لي بقى. السيجمنت دي هو اللي بيتكلم عنها مهمه ليه؟ طبعا ده كلام كتير تاني عشان ايه؟ يعرف الاهميتها. ادي مثلا هنا الايه الليفت ايه؟ ايبيكال انتيريور بوستيريور لاتر، ما فيش هنا ميديا، ادي هنا في ميديا بيضا اهي، واضحه الرسمه دي؟ ده الميديا بيضا دي على اليمين مش موجوده على الشمال. واضح؟ مفهوم يا شباب؟ السيجمنت دي بنتسى ليه؟ لان هي ستراكشر يونس مش ار ستراكشر الفانكشن ار اندبندنت، كل واحد شغال لوحدها، وبالتالي استفيد منها لو في مصدر للسيجمنت اقدر اشخصه كويس واشيله سيرجيكلي من غير ما اصعب عليه الرابيتيشن. واضح؟ سواء كان مصدر اذا كان تيومر في الاول او اذا كان مثلا ابسس او اذا كان اي مصدر للتيومر. نعم. الميديا لوب موجود على سايد في اثنين لاترال وميديا. لاترال ادي الميديا لوب على لاترال وميديا. ادي هنا على المونكاي ولو بتاع على الرانك اهي ادي الايه؟ ميديا وادي لاترال. واضح؟ رسم كويس جدا بس يبقى معاك ودرسه كويس واحفظه هيطلع كويس. واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ اني كوتشن؟ ها؟ فاهمين يا شباب؟